بمناسبة يوم الطفل العالمي، أقامت مديرية الثقافة وبالتعاون مع فريق 100 كاتب وكاتب نشاطات فنية ومسرحية وأدبية على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا. فريقنا هو فريق المواهب، ينمي المواهب. نحن لا نريد أن نصنع مبدع، نحن لا نريد أن نستقبل مبدعا في أمسياتنا، ولكن نريد أن نصنع مبدعا، ولا نعني بذلك أن نخلق به الموهبة، ولكن نأتي به أن يكون به موهبة ونساعده ونطوره حتى نصقله. فعاليتنا اليوم هي بمناسبة يوم الطفل العالمي، مثل ما شفنا كان في عنا سكتشات، سكتش مسرحي للأطفال. هذا السكتش المسرحي هو باكورة إطلاق فريق الأشبال ل100 كاتب وكاتب. تضمن النشاط الفني سكتش مسرحي للأطفال وإلقاء عدد من القصائد الشعرية الوجدانية ومونولوج مسرحي أداء إحدى شابات الفريق وعرض رسومات شارك بها عدد من المواهب الشابة. حبيت أرسم لوحتين، وحدة بتعبر على الحزن ووحدة بتعبر على الفرح. الحزن عبارة عن طفلي ما تبكي من سبب وجع الحرب، بسبب الوجع اللي عم يصير بهذا يعني بالبلد بشكل عام. قدمنا سكتش للأطفال بيبين كيفية التعامل مع كل شعور، الطريقة المناسبة والطريقة الخاطئة. طبعا هذا درس اجتماعية موجود في كتاب الصف السادس، وطرحنا عدة طرق للعلاج النفسي من مشاعر الحزن إلى مشاعر الخوف. أنا مثلت أنني خائفة، مثلت دورة أجداري التعبر على سوار، وأنا مثلت طريقة التعامل مع الخائف. يذكر بأن مديرية الثقافة تسهم في احتضان العديد من المواهب الصاعدة لتنميتها وتنشيط المدرجات الثقافية في المحافظة. مرح المقداد، الأخبارية السورية، درعا.